السلام عليكم. لن تصدق ما كتبه أحد المواطنين في رسالة لإمام أحد المساجد اليوم الجمعة، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول ناشط على منصة الفيسبوك في الساعات الأخيرة رسالة مضحكة جدا وصلت لإمام مسجد بحي قنبيطة بولاية وهران، ويبدو أن أحدهم قد ذاق ذرعا من تصرفات زوجته، ما جعله يخط رسالة عاجلة لإمام المسجد يطلب فيها منها أن يدعو عليها بالهلاك والمصيبة لأن تصرفاتها أصبحت لا تطاق. وتفاعل ناشط مع الرسالة المتداولة ودعوا هذا المواطن إلى ضرورة اللجوء إلى الحاكم وطلب الطلاق من هذه المرأة، لأنه في حال انتهت كل الحلول يبقى الفراق هو الحل الأمثل لكلا الطرفين.